لإطفاء المزيد من السعادة على حياة المتعاملين اليومية مع الجهات الحكومية، أطلقنا تطبيق دبي الآن، دبي ناو، وهو أول تطبيق موحد من نوعه للخدمات الحكومية، يجمع أكثر من 50 خدمة ذكية في تطبيق واحد، بدلاً من التنقل بين تطبيقات حكومية متعددة. هذه الخدمات الذكية مصنفة إلى 11 فئة، مقدمة من 22 جهة حكومية في دبي، ويعد التطبيق الأول من نوعه بتصميمه المبتكر بناء على رغبات ومشاركة المتعاملين في تصميم التطبيق، وذلك عبر مختبر تصميم تجربة المتعامل الذي شمل فئات مختلفة من المتعاملين. تم اختيار خدمات التطبيق بعناية اعتمادا على الخدمات الأكثر استخداما مثل الدفعات والفواتير والمواصلات العامة وقيادة المركبات وغيرها. ويتميز التطبيق بالترابط بين الخدمات الحكومية، فمثلاً بإمكان المتعامل تصفح خدمة خطة اللقاحات الطبية للأطفال واستكمال الإجراءات والوصول في الوقت نفسه إلى طبيب أطفال وتحديد كيفية الوصول للمستشفى من خلال خريطة جوجل وإيجاد معلومات مهمة مثل حسابه في سالك أو بطاقة نول ليتمكن من تحديد مساره، ويمكنه أيضاً تغيير مساره حيث يعرض التطبيق أماكن الازدحامات. يستطيع المتعامل من خلال لوحة البيانات الشخصية تصنيف وتجميع خدماته المفضلة أو الأكثر استخداماً دون الحاجة للدخول إلى الخدمات التفصيلية في كل مرة، بالإضافة إلى إظهار الوثائق التي تحتاج إلى تجديد في وقت قريب أو التي انتهت للقيام بتجديدها ودفع رسومها، مثل تنبيهات عن الرخص التجارية المنتهية، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة والمواعيد الطبية وغيرها. يستطيع المتعاملون تصميم قائمة للخدمات الذكية المفضلة أيضاً، تمكنهم بضغطة زر واحدة من الوصول إلى مجموعة مختارة من الخدمات تظهر في أسفل الشاشة. وللقيام بكل هذه المعاملات هناك طرق دفع متعددة وإمكانية برمجة الدفعات وقيمة الفواتير لتدفع أوتوماتيكياً وفي الوقت الذي يحدده المتعامل. ويتيح التطبيق للمتعاملين الدخول للخدمات من خلال حساب هوية الإلكترونية، حساب تطبيق MP أو التسجيل المباشر في التطبيق. حقق تطبيق دبي الآن منذ إطلاقه معدلات استخدام عالية، ويأتي تفعيل مؤشر السعادة في التطبيق لرصد نتائج رضا المتعاملين. تطبيق دبي الآن هو الاختيار الذكي للمتعاملين في مدينة دبي. سنواصل معا الابتكار لتنعموا بالمزيد من السعادة ولتصبح دبي المدينة الأذكى عالمياً.